شهد على فضل طابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يقدمها لكم محمود عبد الله وكفاح والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. مجلس اقليم عن سبا يقيم برامج عام 2023. المجلس المركزي للاتحاد الوطني للمراه يعقد اجتماعه العاشر. اتحاد جمعيات المحاربين يعقد مؤتمره الثاني. مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق في هجوم استهدف قاعدتهم العسكرية. فنلندا إلى دائرة التجاذب مجددا مع روسيا وبوتين يتوعد. حريق في سفينة ترفع علم ليبيريا قبال سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيرة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقد مجلس اقليم عن سبا اجتماعا بمدينه كرن يومي 20 و21 من ديسمبر وبحث سير تنفيذ برامج التنميه هذه السنه والمميزات واوجه القصور في العمل. ودعا سكرتير المجلس الاستاذ سليمان محمد نور اعضاء المجلس على القيام بدورهم في خلق التحفيز من خلال تعزيز مراقبتهم لكافه البرامج المنفذه. وفي القطاع الزراعي افاد المجلس تحقيق نتائج مرضيه من الدورات التدريبيه والانشطه التوعويه التي تركزت على الحفاظ على التربه والمياه وتطوير الري وتنمية المحاصيل والثروة الحيوانية وأوضاع القابات والحياة البرية واستخدام إدارة الأراضي والمياه. ودعا إلى تشديد المراقبة والمتابعة الجادة في المشاريع المرتبطة بالشعب وميزانيتها، وأكد على مراقبة وتشجيع استمرارية الإنجازات في مجال الخدمات التعليمية والصحية وتعزيز دعمه لتطوير الرياضة على أساس مجتمعي. وقرر المجلس العمل مع السكان لمكافحة الظواهر العرضية التي تتعارض مع قيمنا وثقافاتنا وتكثيف حملات تعزيز الكفاءة التعليمية وزيادة المشاركة المجتمعية في برامج التنمية المخطط لها والعمل بجدية على تعزيز مشاركة المرأة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. ودعا حاكم إقليم عن سبا السفير عبد الله موسى في ختام الاجتماع المجلس للقيام بدوره الطلعي في تشجيع الحمل الخضراء والحفاظ على التربة والمياه لمكافحة أثار تغير المناخ. عقد المجلس المركزي للاتحاد الوطني للمرأة اجتماعه الدوري العاشر يومي 21 و22 من ديسمبر وبحث الوضع الحالي للاتحاد والخطط المستقبلية. وقيم المجلس المركزي الأعمال المنجزة في تعزيز وتوسيع مؤسسات الاتحاد والحفاظ على مبادئ وقيم الاتحاد وتوارثها وأهمية الدورات التدريبية والمحاضرات في تنمية القدرات وتوليد الدخل وتعزيز العلاقات، وناقش مقترح موازنة عام 2024. وأوضحت رئيسة الاتحاد السيدة تخات السامكايل أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة تماشيا مع برامج التنمية المتكاملة بما في ذلك الدفع بالبرامج الحالية وتعبئة وتنسيق موارد الشركاء وتحديد وزيادة القطاعات الأخرى التي تدعم تطور المرأة وأنشطة التدريب ضمن الخطة الاستراتيجية لتنمية المرأة من عام 2023 إلى العام 2027. وناقشت اللجنة المركزية التقرير بعمق ودعت إلى مضاعفته في العام المقبل وإكمال البرامج غير المخطط لها في عام 2023 والرصد والتقييم المستمر والمعزز والدراسة والتقييم السليم لتوظيف الموارد البشرية واتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن أوجه القصور في مكان العمل والاستماع للمرأة بشأن الحقوق والملكية وتكثيف الحملات لرفع مستوى الوعي العام بقضايا المرأة. وقدم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد حقوس جبرهويت توضيحا في الاجتماع حول دور ومساهمة المرأة في تحقيق برامج التنمية والتصدي فضلا على التطورات الإقليمية والدولية. عقد اتحاد جمعيات المحاربين مؤتمره الثاني في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال في أسمرة اليوم 23 من ديسمبر بحضور ممثلي 44 جمعية مؤسسة. وقال رئيس اتحاد جمعيات المحاربين السيد سلمون تولدي لقد أطلقنا باستخدام الاسم التاريخي اتحاد جمعيات المحاربين من أجل المضي قدما بالوحدة في الماضي والحاضر. وأوضح بأن انضمام أعضاء جدد وتنفيذ برامج لإحداث تغيير نوعي في الحياة المعيشية للأعضاء وتمهيد الأرضية لمساهمة الأعضاء في البرامج التنموية وخلق التنسيق في العمل مع الشركاء وتنظيم التدريب المهني لرفع قدرات الأعضاء وتعزيز أنشطة التوعية جزء من البرامج المستقبلية للجمعية. وأضاف سلمون أن إلقاء المهام في عدد محدود من الأعضاء فضلا عن قضايا الميزانية ومحدودية الوعي من بين التحديات الرئيسية. وقدم سكرتير الاتحاد السيد جبرائيل فساية توضيح حول خلفية الاتحاد وأهدافه بالإضافة إلى تقرير موجز عن البرامج التي نفذتها مختلف هيئات الاتحاد خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب المندوبون الجمعيات العاملة تحت مظلة اتحاد جمعيات المحاربين بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد
وتأمين اللجنة المركزية تنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة والهيئات الإدارية العمل بقوة لإنجاح أهداف اتحاد جمعيات المحاربين. وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية من 10 أعضاء للسنوات الأربع القادمة. هذا ويضم اتحاد جمعيات المحاربين الذي تأسس عام 2012 تحت اسم هيئة جمعيات المناضلين أكثر من 14,000 عضو في 44 جمعية، ويهدف إلى نقل قيم مؤثرة وبطولات نضال الشعب الإريتري وتعزيز القدرة الاقتصادية للأعضاء وضمان اتحاد الجمعيات المؤسسة. أبان التقييم الذي جرى يوم 20 من ديسمبر بتحقيق برنامج محو الأمية نتائج جيدة في مديرية عدقية. أوضح التقرير المقدم وجود 31 مركزا لمحو الأمية في 11 قرية بالمديرية. وذكر مسؤول برنامج محو الأمية الأستاذ خيري رمضان محو أمية ضواحي تخنع وأونا ومألويا ودرعا وعبيقرات، داعيا إدارات الضواحي لتعزيز المتابعة للحيلولة دون حدوث انتكاسة وإلحاق القرى المتبقية ببرنامج محو الأمية. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ بينة أسفا إلى استكشاف الأمية في المدن مثلما يجري في الريف وتشجيع مشاركة الرجال في البرنامج. وناشد مدير مديرية عدقية السيد هبتاي تسفازقي بضرورة تقوية دور الشركاء والإدارات لتدعيم مهام وزارة التعليم. واقترح المشاركون فتح مركز تعليمي في ضاحية قربانبة وتفعيل اللجنة التي كانت تراقب البرنامج وزيادة مراقبة إدارات الضواحي. يقوم سكان قحتيلاي بنفير لضمان تأمين مصادر المياه، وأوضح السكان بأن العمل يأتي في إطار برامج إزالة الأشجار القازية وإصحاح البيئة وصيانة المدرسة ومد أنابيب المياه. وأوضح مدير بلدة قحتيلاي السيد سناي قايم لوكالة أنباء رينا أن خزاني المياه اللذين تم تشييدهما مسبقا لا يكفيان مع تجمع القرى، ويجري بناء خزان إضافي بسعة 350 برميل مشيدا بدعم شركة البحر الأحمر للإنشاءات العامة بالعمالة والآليات. يقضون ذلك يقوم سكان منطقة باتكالا أيضا بمد أنابيب المياه وبناء خزان مماثل في قريتهم. شكرا فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأنا فيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 6 جنود أتراك قتلوا وأصيب جندي آخر في هجوم استهدف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق. وأكدت وزارة الدفاع أن القاعدة العسكرية التركية بالقرب منها كورك في شمال العراق تعرضت لهجوم من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، وهو حزب تصنفه أنقرة وحلفائها الغربيون على أنه منظمة إرهابية. وردا على الهجوم أعلنت السلطات تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة، وينفذ الجيش التركي على نحو متكرر عمليات عسكرية برية وجوية لمحاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتدمير مواقعهم في شمال العراق، سواء في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي أو في منطقة سنغار الجبلية. وأعلن حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد السلطات التركية منذ عام 1984 مسؤوليته في أكتوبر عن هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة وأدى إلى إصابة شرطيين. دخل ملف انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي الناتو إلى دائرة التجاذب مجددا بين موسكو وهلسنكي بعد تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى مشاكل بين البلدين، متوعدا بالرد على ذلك بإنشاء منطقة لينينغراد العسكرية. ويشكل ذلك أول تعليق روسي على هذا المستوى بعد أن وقعت فنلندا الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة اتفاقا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين يتيح لواشنطن حق استخدام 15 قاعدة عسكرية في الدول الإسكندنافية. وتنص الاتفاق أيضا على التخزين المسبق للمعدات والإمدادات والأعتداء الدفاعية على الأراضي الفنلندية ودخول وحركة الطائرات والسفن والمركبات الأمريكية وحماية وسلامة وأمن القوات الأمريكية والمرافق والأراضي التي تستخدمها. ويأتي تحذير الرئيس الروسي كذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو وهلسنكي توترا شديدا، لا سيما بعد إقلاق السلطات الفنلندية مؤخرا جميع النقاط الحدودية مرة أخرى مع روسيا. تعرضت سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي ألحق بها أضرارا من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا وفق ما أفادت به وكالتان بحريتان. وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أشارت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم لايبيريا لكنها مرتبطة بإسرائيل،
وأضافت إمبري أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في ناقلة المنتجات الكيميائية التي ترفع العلم الليبري دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم في الحادث الذي وقع على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب فيرفال في الهند. في الخبر الأخير، أغلقت السلطات الأندونيسية مطار غرب سومطرة مؤقتا بعد ثوران بركان مارابي الأكثر نشاطا في البلاد. وأعلن مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في البلاد أن بركان مارابي بدأ بالثوران للمرة الثانية الشهر الجاري. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات أغلقت مطار مينانجاكابا الدولي غرب سومطرة مؤقتا بسبب ثوران البركان، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو أضرار في البنية التحتية. وحذرت السلطات المحلية السكان والسياح بتجنب المناطق المتأثرة من البركان. هذا وتعتبر أندونيسيا من أكثر المناطق عرضة للبراكين والزلازل، اصطدم في أراضيها 130 بركانا نشطا. في نهاية نشر لكم تسكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مجلس إقليم عن سبا يقيم برامج عام 2023. المجلس المركزي للاتحاد الوطني للمرأة يعقد اجتماعه العاشر. اتحاد جمعيات المحاربين يعقد مؤتمره الثاني. مقتل 6 جنود أتراك شمال العراق في هجوم استهدف قاعدتهم العسكرية. فنلندا إلى دائرة التجاذب مجددا مع روسيا وبوتين يتوعد. حريق في سفينة ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل الهند بعد هجوم بطائرة مسيرة. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.